طيب دكتور، هنا سؤال يقول يعني كيف يمكن أن أحمي نفسي إذا قررت أن أقرأ كتب لملحدين أو مخالفين؟ الأصل أن لا يكون هذا في حد ذاته مطلبا. هو الأصل أن الإنسان يقرأ للوصول إلى الحق أو لإجابة علامات استفهام. فالبداية أنه أنا أريد أن أقرأ لملاحدة، ليش؟ إذا تخصص أريد أن أتعرف عليهم، هذه قصة أخرى، ولكن ما يكون هذا مطلب من الأساس. وبرأيي أن التسلح أن يتسلح بفقه التفكير والعقل، مواد ألف باء العلوم، مواد الشيخ أحمد السيد، التفكير الناقد إلى آخره. المهم يكون يعرف من أين تأتي الأحكام، كيف يبنى العلم، الأحكام الفطرية، الأحكام الكسبية، الحسية، النظرية، التجريبية إلى آخره، حتى لا يدخل إلى هذه الكتابات ويظن كل ما فيها علم. لا، كثير منها إن لم يكن معظمها للأسف كلام فاضي، ولكن لأننا ما عندنا أسلحة. أنا كما أقول دائما، عبارة تضحك شوي، أقول شبابنا يتجهون إلى هذه الكتابات مشلحين مو مسلحين، يعني 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 مو لابس شيء، ما أعد نفسه بشيلد بدرع. ولذلك عليه أولا أن يصدق النية، لا يخادع، يتجرد إلى الحق تماما، ويكون لديه مهارات التفكير الناقد أو مهارات العقل.